اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا انضمن لي في الاستوديو المدير الفني صاحب النهارده الانجاز الكبير. ولينا كلام كتير مع كابتن محمد حسين الحقيقه، لانه عمل شغل كبير مع الفرقه، ومش بس كده، هو جاي للنادي عايز يعمل حاجه. كابتن محمد برحب بيك. اهلا وسهلا، والف مليون مبروك على هذا الانجاز الكبير بتاع المنطقه والقاهره بشكل جميل، مش بس مكسب، لا وكمان مكسب بشكل جميل. نورنا يا كابتن. الله يخليك. بنرحب طبعا بسنتر بلوك الفريق واحد النجوم، والله اكبر. شفت انتوا الكرين وهو داخل عليا برضو، يعني ما شاء الله، يعني رجله جايبه الارض حاجه ما شاء الله. طبعا ابراهيم محمد 2 متر 3 مواليد 2006 سنتر بلوك الفريق. اهلا بيك ابراهيم منور. اهلا بحضرتك كابتن، ما شاء الله وربنا يوفقك ونشوفك يعني حاجه جامده جدا باذن الله. كابتن محمد، اجي لحضرتك. كان تحدي صعب جدا، حضرتك كنت ماسك او اشتغلت على مستوى الدرجه الاولى، يعني انت كنت السنه فاتت ماسك مدرب عام في احد الفرق الكبيره في الدرجه الاولى. كلمني ازاي ومين كلمك في النادي وسبت ده ليه وجيت النادي الاهلي تمسك فريق 17 سنه؟ يعني كلمني عن بدايتك وليه جيت مع النادي الاهلي. هو اول حاجه انا ابن من ابناء النادي الاهلي، يعني لعبت في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. نعم. ده اول شيء. تاني شيء، تواصل معايا كابتن حمدي الصافي وكابتن وائل العادي علشان خاطر اكون متواجد معاهم في النادي، وده طبعا شرف كبير لاي حد في الدنيا ان هو يكون بيمثل النادي الاهلي. ما قلتش لا انا جاي على فريق 17 سنه وانا ماسك الدرجه الاولى؟ هو تحدي جديد بالنسبه لي، يعني صحيح. انا تحدي كبير صحيح. بالنسبه لي ان هو الفرقه فيها عناصر مميزه، بس هي العمليه كلها كانت محتاجه شغل كتير، بحيث ان احنا يعني مش اكتر من كون ان احنا نطلع نجيب بطوله او اثنين او ثلاثه، لا لا خالص، احنا عايزين نطلع لعيبه او كوادر مستقبليه للدرجه الاولى، وده كان اهم شيء وده اللي احنا اشتغلنا عليه. خدت بطوله وانت ماشي كويس، انما الاساس ان انت من ضمن اهدافك ان انت تعد كوادر ولاعبين للدرجه الاولى، صح؟ بالظبط. هو احنا بنشتغل على محورين دايما في الشغل. اول محور الاساسي طبعا النادي الاهلي، مفيش حاجه اسمها ان احنا بندعم غير بطوله، مفيش عذر، يعني مفيش بطوله ما يكونش فيها النادي الاهلي. صحيح. تاني حاجه، احنا عندنا لعيبه على سبيل المثال مثلا ابراهيم، وفي لاعب تاني اسمه احمد جمال. احمد 2 متر 12، جمال ده طوله 2 متر 12 ما شاء الله، الله اكبر. احمد عمره التدريبي كان اول لما استلمت الفريق كان متواجد في النادي الاهلي بقاله حوالي 5 أو 6 شهور بس، لسه بيتعلم فولي. كان بيلعب فين قبل كده ولا جابوه ازاي؟ اكتشفوه ازاي في النادي الاهلي؟ كان كابتن محمد علي وكابتن احمد زكريا اللي كانوا موجودين في الجهاز الاول طبعا. كان هم اللي جابوه. بس بداوا بقى شغل معايا، يا دوب هو اتعلم بس المهارات الاساسيه بشكل مبسط شويه، فبعد كده بدانا نشتغل معاه بجرعات مكثفه. طبعا حطينا لهم برنامج، طبعا هو مش شغل مش ليه لوحده، طبعا الكلام ده كله احنا بنشتغل على اكتر من شكل، على فرقه كامله طبعا. اول حاجه احنا بنشتغل بالظبط، بنجهز فتره اعداد بتاعتنا، خطه ان احنا نعلم اللعيبه. نمره واحد، فتره الاعداد البدني دي كانت مهمه جدا، ودي كانت مع دكتور احمد شومان اللي هو مخطط الاحمال. هو بصراحة عمل طفرة مع اللعيبة في حتة الجامب، اختلف بشكل كلي وجزئي ما شاء الله. في لعيبة تانية كان عندها هي اوريدي امكانياتها البدنية كويسة جدا، طبعا احنا طورنا منها. وصلنا بقى للشق اللي هو المهاري، ده بقى كانت أكبر مشكلة بتقابلنا، إن احنا في لعيبة كتيرة بتغير مراكزها، يعني مثلا شريف يوسف هو حاليا متصنف من أحسن ضارب مركز 2 في العالم في البطولة الأخيرة في كأس العالم. كأس العالم صحيح. ده كان في الأساس سنتر، واتقلب 2 اوفزت في المنتخب. طبعا ده لعيب اتغير راح مركز، فكان في مشكله في مركز 3. طبعا ما كانش في ابسط من قدام اننا ان احنا نجهد نفسنا ونتعب نفسنا على قد ما نقدر ان احنا نطلع مثلا ابراهيم ونطلع احمد جمال، يكونوا طبعا مصطفى ايمن يكونوا هم السناتر المتواجدين في الملعب. طبعا هم الاثنين يعني فوق ال 2 متر فارق جدا معانا في الملعب، لان ما فيش اوريدي اي حد بيعرف يتجاوزهم من ناحيه الزوايا بتاعه الهجوم. نعم. فارقين جدا معانا، فكان لازم نشتغل على الاثنين لعيبه دول كتير جدا جدا، دول مستقبل النادي. فطبعا اشتغلنا شغل انديفيدوال كتير معاهم، شغل مهاري كتير، طبعا ده فرق معاهم جدا. اللعيبه بدات تتطور بالتدريج سنه سنه، بدانا نخش في الماتشات الوديه، بدأ اللعيبه يعلوا. الاستجابه عندهم كانت كويسه جدا، يعني كانت المؤشرات عندهم رغبه كويسة. عندهم رغبه يعني اكيد، يعني انت برضو لو بتمرن لعيب ما عندوش رغبه مش هيبقى في استجابه. بالظبط. وفي نفس الوقت برضه حضرتك انت بتحاول تزق معاه طبعا، لانك انت طبعاً. لو ما كنتش ورا اللاعب في السن دوت، اللعيب برضه مش طبعاً. برضه مش عارف مصلحته فين، ممكن هيبعد عنك وهيبقى صح طبعا. فاحنا وصلنا في الاخر ان احنا ما شاء الله يعني الاثنين لعيبه كانوا مفنشين الموسم من احسن السناتر اللي موجودين في مصر. طب خلينا نشوف، يعني نتكلم برضه مع ابراهيم. ابراهيم، يعني اشتغلت ازاي مع الكابتن؟ بدات الموسم ازاي؟ طلب منك ايه؟ لان واضح انه اشتغل عليكم بشكل كبير، لان المركز ده كان فيه مشكله، كلمني. هو كان المركز طبعا كان فيه مشكله، لان كنا يعني انا عمري التدريبي 3 سنين بس، يعني انت 3 سنين واحمد 6 شهور. يعني كنت ابتديت في الاهلي يعتبر،
فطبيعي كان سني اللي هو لسه جديد في الفولي. انت جيت منين يا ابراهيم الاول؟ كنت في اسكندريه. اسكندريه. انا اصلا من اسكندريه. واتنقلت جيت القاهره من 3 سنين في نادي الاهلي. بالظبط. فبدات عمرك التدريبي 3 سنين. طب ايه اللي طلب منك اول موسم؟ كنت بتتمرن ازاي؟ ايه كابتن محمد كان بيعمل معاك ايه؟ طبعا اول حاجه في النادي الاهلي المبادئ يعني دي اكيد. كابتن محمد طبعا كان مساعدني بشكل كبير جدا، اللي هو مثلا لازم تركز عشان قدامك طبعا فيرست تيم اهلي، قدامك طبعا منتخب مصر وحاجات كتير جدا. فمثلا كان بيقعد معايا على الفرد كتير قوي، مثلا يتكلم معايا يقول لي ان انت لازم تركز كتير ولازم يبقى ليك دور طبعا كبير في الملعب ولازم تبقى على مستوى الفنيات. يعني اشتغل معاك في البلوكات ازاي؟ الجامب ازاي؟ الجامب طبعا، ارسالاتك، استقبالك، يعني اشتغل معاك في كل ده ازاي؟ طبعا البلوكات قعدت كتير قوي عشان يعني اظبطها، والارسالات طبعا كان قاعد معايا فتره برده كبيره عشان اظبطها برده. المهارات ما كانتش احسن حاجه، بس يعني بفضل ربنا طبعا بفضل كابتن محمد مستواي اتحسن كتير قوي بفضل الله سبحانه وتعالى. كمان مجهودك يعني المدير الفني اشتغل معاك وبرده انت اجتهدت بصراحه، يعني كابتن محمد ليه دور كبير يعني. طب احلى ماتش لعبته ايه؟ لا بصراحه يعني عملت ماتشات كتير حلوه. ف قول لي دلفي، خلينا نتكلم في الماتشات المهمه. دلفي هناك، دلفي هناك لعبت فيه ما شاء الله كويس جدا يعني. ليه بقى؟ ليه يعني عملت بلوكات؟ فاكر مثلا عملت كام بلوك؟ عملت ايه يعني؟ فاكر ولا مش فاكر ارقام؟ بس اللي فاكر انت لعبت كويس. فاكر ان انا. طب والشمس ووادي دجله لا الطيران. وادي دجله لعبت كويس جدا، طيران في النهائي لعبت كويس جدا ما شاء الله، والشمس لعبت كويس برضو، بس يعني يعتبر اقوى ماتش كان ماتش الشمس مثلا او دجله. انت عارف طبعا من احد يعني مميزات السنتر بلوك اللعب السريع. اكيد طبعا، وده اللي الجمهور بيحبه قوي اللعب السريع. انا واحد من الناس بحب قوي الرفع السريع ده، لان بيبقى البلوك قدامك ما لحقش يطلع فبيطلع، بتلاقي حد 3 متر كده طاير والله، والباك ملعب مكشوف وبيحطها مره واحده. بتتمرن على اللعب السريع ده؟ بتحبه؟ خلي بالك ده محتاج توافق. طبعا هي كابتن محمد صراحه مرني عليها كتير قوي يعني. كان عندي فيها مشكله في الاول، بس طبعا كابتن محمد مرني عليها كتير جدا يعني. فعلا وظبطت معايا يعني الحمد لله. ولازم تبقى جاهز، لان ممكن في اي وقت احمد حسام يرفع لك، ممكن اي بسام يرفع لك، فلازم تبقى جاهز يعني. اكيد طبعا. طب مين مسك الاعلى؟ حابب تبقى زي مين؟ طبعا كابتن عبد الحليم. عبو طبعا، عبو مثل مصر كلها، مثل اعلى ان شاء الله. فريق جامد ان شاء الله، تبقوا انتوا الاثنين سنتر بلوك يعني الفريق الاول.